اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الاخيره من برنامج الاهلي ليله في ختام هذا الاسبوع، واللي بيشرفني فيها الكابتن حسين شكري مدير فني طبعا لفريق النادي الاهلي مواليد 2010. شغل الاكاديميات وقطاع الناشئين بالتاكيد شغل مهم جدا بالنسبه للمرحله القادمه. كابتن حسين منورنا ومشرفنا وكل سنه وانت طيب. بنتكلم خلاص بقى في الساعات الاخيره من عيد الاضحى، لكن كل سنه وانت طيب ويا رب كده في افضل صحه وحياه. حضرتك طيب واسره البرنامج والامه الاسلاميه كلها بخير. طيب تحب الاول نبدا من مباراه الاهلي وبيراميدز، ولا نتكلم شويه عن قطاع الناشئين وشغل البراعم مواليد 2010؟ اللي حضرتك عايزه. طيب نبدا بمواليد 2010 لان هنختم على جزء مباراه الاهلي وبيراميدز، لكن الشغل مع قطاعات الناشئين وفرق البراعم في النادي الاهلي بتتعاملوا معاها ازاي، سواء نفسيا او فنيا او حتى بدنيا؟ بص، هو احنا التعامل مع الولاد الصغيره بيبقى في يعني خصوصيه شويه، لان انت ما بتعلمش الولد برضو كوره بس، يعني انت بتعلم حاجات كتيره جدا جنب الكوره. بتعرف الولد كويس جدا قيمه المكان اللي هو فيه، ده شيء برضو مهم جدا. الموضوع بتاع الدراسه طبعا لازم ان هو لازم زي ما هو يكون متفوق رياضيا لازم يكون متفوق برضو في موضوع الدراسه. ففي حاجات انت بتعملها بقى، كل مدرب طبعا ليه اسلوبه في الشغل مع الولاد الصغيرين في الجزئيه اللي هي بتاعه الموضوع، كمان بالاخص الدراسه. يعني انت انا واحد من الناس بحاول ان انا على قد ما اقدر ان الولاد بكلمهم ان كل شهر هم ليهم تقييم تقريبا في المدارس والكلام ده كله. انا بطلب التقرير دوت، يعني اما بتجيني الشهاده يا اما الولد بيقول يعني هو جاب كام في الميه. بتتعرف على مستوى الدراسي طبعا. ولو قلت وحاطين بيننا وبين بعض يعني تحت 95% بكل بقى 1% بيوم غياب من الـ او حرمان ممكن يبقى من التدريب. بحيث ان انت لو فاتك جزء من التقييم بتاعك بتاع الشهري بتاع الدراسه ممكن تتحرم من التدريب. دي بتبقى انا بشوفها بتبقى اقصى حاجه للولد، ان انت بتبقى الامور صعبه عليه ان انت تحرمه من الحاجه اللي هو بيحبها. فانت عشان تاخد منه، طبعا دول ولاد صغيرين مش هتقدر تقول له ان انا اخصم منك او اوقفك او الكلام ده كله، يعني بتبقى الامور صعبه شويه. بس انت دايما لازم تربط القصه بتاعه الدراسه بالتدريب. التفوق الدراسي مهم جدا جدا جدا، وبيسهل عليك كمان التفوق الدراسي ان انت في الشغل الفني مع اللعيبه بتبقى الامور اسهل، بيبقى الولد ذهنه حاضر. حتى لو حبيت ان انت تعمل تمرينه مثلا، انا شغلي دايما من التدريبات اللي هي الحاجات اللي هي بتبقى مش عايز اقول فيها درجه صعوبه او حاجه، فيها درجه فكر. لازم ان الولد يلعب كوره وهو بيفكر، لازم. ده شيء يعني شيء انا بشوفه شيء طبيعي في الكوره، ان انت لو مش هتلعب وتفكر يعني انت ما عندكش استعداد ان انت تبدع، ما عندكش استعداد ان انت تتطور. فالجزء اللي هو المهم جدا الجزء الذهني ده، وانت بتشتغل مع الولد في شغل فني لازم يبقى انت عارف ان انت الشغل دوت الفني دوت لازم يبقى مربوط بشغل الذهني، لان هو الشغل الخططي بتاعهم بيبقى قليل جدا، لان هم بتبقى المساحات بتاعه اللعب مش كبيره والكلام ده كله. مرحله التعليم صغيره الولد عنده 9 سنين. فانت بتشتغل على الموضوع الذهني. كل ما انت بتشتغل على الموضوع الذهني مع الولد، كل ما هيكبر في السن كل ما هتلاقي دماغه شغاله، كل ما هتلاقي دماغه حاضره معاك في الاستيعاب، كل ما هتلاقي التطور بتاع الولد سريع. واخد بقى حضرتك ازاي؟ فده مهم جدا جدا ان انت وانت بتشتغل الجزء الفني مع الولد لازم الجزء الذهني دوت مهم جدا للولد. طيب الولد عنده 9 سنين، يعني سنه لسه صغير، وبالعكس ده ممكن الاكاديميه كمان بتاخد من اول ما عنده 4 سنين و5 سنين. بالظبط. ايه اللمسه الفنيه اللي بتشوفها فيه عشان تقول ده ممكن يكون لعيب كوره؟ ولا انت بتعلمه كوره القدم من اول ما بيبقى لسه بيبدا الباص، او بتبدا معاه ازاي؟ انا برضو عايز المشاهد يعرف. اللي حضرتك بتقول عليه دوت اللي هو ان انت تعلمه الباص والكلام ده كله بيبقى مثلا ممكن يبقى شغل اكاديمي شويه. احنا بيجي لنا بيبقى الولاد افضل سنه اللي هم بيبقوا في القطاع بيبقوا افضل سنه من الاكاديميه. انا اشتغلت على فكره في الاكاديميه، اشتغلت الجزء اللي حضرتك بتقول عليه دوت، ان انت بيجي لك ولاد لسه ممكن يكون واحد اول مره يمارس كوره او ينزل ان هو يلعب كوره او حابب ان هو يلعب كوره. انت عارف الولد بيبقى مثلا قاعد في البيت دلوقتي، غير احنا زمان كنا مثلا ممكن نلعب في الشارع، نلعب في المدرسه، الكلام ده كله مفيش المساحات دلوقتي، المساحات دي مش موجوده. فبدا اولياء الامور بيتجهوا لموضوع الاكاديميات، واكاديميه النادي الاهلي الحمد لله اكاديميه كبيره يعني. فاشتغلت مع الجزئيه دي مع ولد اول مره يتعامل مع الكوره، فبتبقى الـ 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 الشغل برضو بيبقى لحسابات معينه في اللمسه ازاي، ان انت بتوجه الولد وش رجله ازاي، حاجات بقى بتبقى تفاصيل صغيره قوي قوي قوي، بس مهمه بعد كده طبعا. انت بتعلمه لان بيطلع من عندنا من الولاد بعد كده من الاكاديميه، بيطلع عندنا ولاد في القطاع.
فهي العمليه عمليه الـ 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 نوعيه الشغل اللي انت بتديه للولد ايه، ان هو يستوعبه كويس، واخد بقى حضرتك ازاي، وفي نفس الوقت في ولد بيتطور بسرعه. طيب في 2010 بقى كده معاه ازاي؟ الولاد عندنا ما شاء الله، احنا عندنا اولاد مميزين، الموهبه بقى بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، اللي هو بيجي لك بقى القطاع دوت بيبقى موهوب من عند ربنا سبحانه وتعالى. بتختار طبعا، انت بتشوف الولاد اللي موجوده عندك ديت الجزء المهاري بتاعه عامل ازاي، التكوين الجسماني بيبقى عامل ازاي. طبعا كل مدرب بيبقى ليه وجهه نظر في الولد الصغير دوت. وفي حاجه تانية برضو، ان انت وانت بتبص للولاد الصغيرين دول في جزئيه مهمه جدا ان انت لازم تبص لها، ان الولد ده بعد شويه هيروح فين. دي بقى اللي هي، معلش مش عايز برضو ضخم الموضوع بالنسبه لنا، او السنس بتاع المدرب، بتاع المدرب او الحرفيه بتاعت المدرب، ان انت بتعرف الولد دوت هيروح فين سكته بعد شويه. بعد شويه هيروح فين. في ولد بيبقى الامور بالنسبه له لسه، مثلا ولد عنده سرعات، يعني ربنا خلقه مثلا سريع شويه، بس الحته اللي هي بتاعه الكنترول بتاعه على الكوره او الكلام ده كله بتبقى الامور لسه شويه، مش بعيده طبعا، يعني بتبقى لسه شويه. فانت بتحاول ان انت مش هتشتغل مع ولد زي دوت على سرعات، لسه هم صغيرين في السن، فبتحاول ان انت السرعات دي هو يستفاد بيها ازاي، ان هو يقدر يتحكم في الكوره، الكنترول بتاعه بيبقى مظبوط ازاي في اماكن معينه في الملعب. انت بتديله هنا انا المفروض اعمل ايه، المفروض هنا بعمل ايه، المواقف اللي هي بتاعت الملعب اللي هو بيلعب فيه، او اللي هتيجي مثلا ساعه المنافسه، ساعه المباريات اللي هي بتاع المهرجانات بتاعت البراعم ديت، كل مكان في الملعب بتجيلك فيه الكوره انت بتشتغل عليه، الموقف هنا التصرف بيبقى ازاي، بتديله مثلا حل واثنين وثلاثه واربعه وممكن 10. وفي الاخر خالص بعد ما بتخلص الكلام ده كله، انت بتيجي بتقول له ايه، انت صاحب القرار. لازم يبقى هو عنده شخصيه، بتنمي فيه موضوع الشخصيه بالظبط. انا بديك الحلول وبديك كل حاجه، بس في الاخر مين صاحب القرار؟ انت مش انا. طيب اللاعب اللي بيكون متردد دايما قدام المرمى، ده نتيجه شغل زمان لما كان لسه ناشئ، ولا ده بيبقى سببه ايه؟ لا، ممكن ولد يبقى هو بيتوتر، يعني السمات الشخصيه بتاعت الولد نفسه، ان هو بي 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 ساعه لما يجي قدام المرمى مثلا ممكن يبقى عنده حته توتر، وفضلت معاه من غير ما يتعلم، عنده حته تسرع. فانت لازم دي برضو ان انت بتشتغل عليها. انت معلش برضو وانت مدرب لازم بتبقى انا او انا واحد من الناس اللي بتشتغل على التفاصيل بتاعت الدفوهات الصغيره اللي في، هو بيخاف، هو خايف يضيع، هو نفسيا اتكلم معاه، وبعد نفسيا ما بتتكلم معاه تشتغل في الملعب، تشتغل معاه في الملعب بالظبط كده. السن الصغير ده بيتوظف في مراكز جوه الملعب ولا بتبقى لسه؟ بيبقى يعني بنسبه كبيره، لان انت ممكن الولد بتبقى عنده المرونه في الاماكن دي بتبقى سهله شويه. ان انت ممكن تجيب واحد من القلب تروح توديه ناحيه اليمين، او واحد من قدام تحطه ورا، هم ما شاء الله بيبقى عندهم المرونه والكلام دوت والسرعات والكلام ده كله، يعني ما بتحرك فيهم زي ما انت عايز، ما فيش ما بيبقاش فيها مشكله كبيره يعني. لكن في واحد بيبقى فارض نفسه ده مساك او ده بتبقى بنسب كبيره. في ولد مثلا بيبقى مثلا تكوينه الجسماني يعني قوي او كبير ما شاء الله بيبقى فده يعني يا اما هيبقى فيرويد يا اما هيبقى راجل مثلا مدافع مساك. فما بتبقاش الحته دي، بتبقى ما بتحاولش ان انت توديه على الاطراف، واخد حضرتك ازاي. برضو موضوع التوظيف دوت في الستايل بتاع الولد نفسه، او القدرات بتاعه الولد نفسه، انت برضو بتبص للقصه ديت ان انت الانسب ليه ايه. وفي ولد بيبقى مميز في حته ان هو ممكن يبقى في اكتر من مركز بيبقى شاطر. يعني ممكن تنقله من مثلا نص الملعب توديه فيرويد، ده مطلوب ده على طول. وفي نفس الوقت انت بتبقى باصص كمان بعد كده، ان بعد ما الملعب هيوسع وبعد ما العدد هيكبر، عدد اللعيبه نفسها هيكبر، بتبقى انت عارف هو هيروح فين في المكان اللي هو هيروح فيه. يعني مثلا هيبقى على طرف الملعب مثلا ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، او مثلا في واحد مثلا دلوقتي باك ليفت، احنا مع يعني العدد بيبقى قليل في كم عدد اللعيبه يا كابتن حسين؟ طيب بيبقى في السن ده وانت بتلعب معاهم في الملعب، هو طبعا بيلعبوا مهرجانات ما بيخشوش مسابقات رسميه، اللي هو لا بيلعبوا مهرجانات اللي هي الناشئين دي، خمسه وجون، خمسه لعيبه وجون. بس هو في حاجه برضو منطقه القرار عاملاها، ان هو المجموعه الاولانيه الخمسه وجون، والمجموعه الثانيه واحنا بنلعب ثلاث اشواط، المجموعه الاولانيه منفصله لوحدها، والشوط الثاني مجموعه ثانيه غيرها، والمجموعه الثالثه ميكس. يعني 3 في 6 بيبقى 18 لعيب معاك، ممكن تلعب 18. لكن لازم تغير، بس المجموعه الاولانيه والمجموعه الثانيه لازم يتغيروا، ودي حاجه كويسه، وانا بتمنى كمان ان هي تبقى اكتر من كده، يعني الثلاث فترات، او ممكن يبقوا اربع فترات يبقوا مختلفين. مده كل شوط ربع ساعه. ربع ساعه كافيه؟ لا طبعا مش كافيه، محتاجه مساحه اطول ولا بدنيا بيبقى الولد مش لا 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 بيشتغل، اصلا انت بتشتغل في التمرين، ممكن تشتغل في التمرين ازيد من ساعه او ساعه ونص.
بس هي خلي بال حضرتك معلش ان الشغل بتاع الولاد الصغيرين ما فيهوش العنصر البدني يعني ما فيهوش الحته بتاعه القوه او التمرين يبقى عنيف او الشده بتاعه التمرين تبقى كبيره يعني ما فيش الكلام ده كله هو يعني مش عايز اقول نسبه برضو مش اكتر من 70% بيبقى الشغل المهاري والذهني والكلام ده كله ما بيبقاش فيه حاجه بدنيه يعني انت ما بتجيبش مثلا الولاد الصغيرين دول تقول لهم لفوا حوالين الملعب مثلا او تعمل ضغط او لسه العامل السن مختلف طبعا لسه شغل القطاع الناشئ كل ده بيطلع مع 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 السن كل ما بيكبر في السن كل ما بيبقى الجرعه في التدريبيه او القوه والكلام ده كله مع السن وانت وانت طالع بتعتمد في فرقتك على مواهب كتير ولا ممكن يكون عنصر او اتنين بس الموهوبين والباقيين زي ما يكون كذا ترس في المكنه ممكن يتحرك يعني الموهبه انا بالنسبه لي الموهبه الاول بعد كده العنصر اللي هو القوي او البدني دوت لا بعدين. انا اقصد الموهبه اللي هو اللاعب المهاري بالظبط هو ده انا اول حاجه ببص عليها هو ده الجزء ده الاهم يعني انت ممكن يبقى معاك الفرقه كلها لعيبه مهاريه بتعرف ترقص وتتحرك ما عنديش مشكله ده افضل واحسن لان ده بعد كده زي ما بقول لحضرتك بعد كده لما هيكبر سهل جدا ان انت تجيب له العنصر البدني القوه والكلام ده كله ممكن تجيبها سهل انما العكس لا لو انت خدت العنصر اللي هو القوي لو اعتمدت اعتماد كامل على العنصر اللي هو القوي بس وما خدتش العنصر المهاري هتبقى لما هيجي يكبر القوة هتتساوى يعني لما بتيجي مرحلة النمو والبلوغ ديت 16 17 سنة خلاص القوة قريبة من بعضها بالظبط فالعنصر بقى اللي هيفرق بيني وبين القوي اللي زي دوت العنصر مين اللي بيعرف يستلم مين اللي بيعرف يسلم مين اللي بيعرف يتحرك مين اللي عنده مهارة أفضل في الحلول الفردية الكلام ده كله ده مهم جدا طيب آخر سؤال في الجزئية دي ليه دايما بحس ان الاولاد الصغيرين في السن ده لما بيسافروا حتى في مباريات خارجيه في دول الخليج او في اوروبا وبيلعبوا مع فرق اسامي كبيره بس في نفس المرحله السنيه الريال برشلونه مانشستر بيتفوقوا بالزبط. وبيكسبوا بسكور كمان مش بيتفوقوا بس بمكسب عادي لا ده بسكور لك او 19 سنه بتلاقي الكيرف نزل خالص وهناك الكيرف علي مره واحده ايه اللي بيحصل احنا ربنا حمينا بالقصه بتاعت المواهب ديت عندنا احنا افضل من اوروبا يعني الجزء المهاري عندنا احنا بالنسبه لنا احنا زي الجزء اللي هو بتاع امريكا الجنوبيه اللي هو البرازيل والارجنتين والكلام ده كله دول عندهم العنصر بالظبط كده زي ما بنقول على مثلا البرتغال دول مثلا برازيل اوروبا الكلام ده كله فاحنا عندنا ربنا حمينا بالحته اللي هي بتاعت الموهبه ديت من عند الولاد ما شاء الله بيبقوا كويسين فيها جدا صح الحته الثانيه بقى اللي هي بتاعت ان انت بعد ما بتوصل سنه او 18 سنه وانت طالع انا السؤال ده نفسي اجد اجابه عليه من زمان احنا جينا قبل كده اتكلمنا في الموضوع دوت وقفنا عند اللي هنا ما فيش حلول ما حدش بيبص ان انت بعد 16 17 سنه احنا بنعطل هنا ليه احنا متفوقين واحنا صغيرين انا لحد هنا بنوصل وبنعطل ليه حتى المنتخبات نفسها الناشئين والشباب ما بيوصلوش بالظبط الامكانيات والعقليه بتاعت الولد اللي انت بتربي عليها برضو لازم ليها عنصر كبير جدا ان انا بربي ولد ان احنا معلش ما لما بتوصل 16 17 سنه في ناس في انديه كتير أو اماكن كتيره بيجي لعيب مثلا هو عنده لعيب كويس فبيديله الحريه يعني بشوفها ان هي مش مظبوطه في ان هو مثلا بيتدلع في التمرين او ان هو ما بياخدش الامور بجديه او ده جزء برضو يعني كان زمان انا هتكلم على ايامنا احنا ايام كنا صغيرين كان في مواهب كتيره جدا كويسه جدا ويتدلع في التمرين او مثلا يروح وما يعني التمرين مثلا لو اربع ايام يجي مثلا منهم يومين ويجي على الماتش ما هو بيجي وبيكسبك كان في مدربين كده انا بتكلم بس على فتره قديمه ما بتكلمش على الفتره اللي هي اللي دلوقتي دي كانت مشكله هو بيجي لك من البيت بمعنى اصح بيكسبك لان هو متفوق فده كان جزء يعني بشوفه ان هو انت هو بيكسبك دلوقتي كمدرب او في العمر السني ده طب انت ما بصيتش لمصلحه الولد بعد كده هوت لما هيجي يكبر ان هو العنصر البدني او العنصر المهاري او العنصر الذهني بتاعه هيقل ما هو بيكسبك دلوقتي وبيجيب لك بطوله انت مدرب ماشي اوكي طب انت ما بصيت لمصلحتك وما بصيتش لمصلحه الولد ده لما هيكبر كان لازم ان انت تفهمه ان هو لازم يحترم التمرين يعني مواعيد التمرين ان هو يبذل اقصى جهد في التمرين الكلام ده دي جزئيه برضو من اللي المفروض ان الناس كتيره اللي بتشتغل في قطاعات الناشئين والكلام ده كله ان هو قبل ما يبص على نتائج ان انا اعمل مجد لنفسي او انا كمدرب ان انا اعمل مجد لنفسي انا احترم المكان اللي انا شغال فيه انا شغال في المكان ده ليه عشان اطلع ولد موهوب او ولد كويس للنادي لمصلحه النادي ان هو بعد كده هوت ان هو يقدر يستمر يطلع درجه اولى يروح منتخب الكلام ده كله ما تبصش لمجد شخصي كمدرب ان انا كسبت كل البطولات مرحله الناشئين بالظبط كده دي يعني في ناس كتيره بتبص لها وانا بشوف ان هي مش يعني مش امانه شغل فكره يعني ان اطلع اثنين ثلاث لعيبه اهم كتير جدا ان انا افوز بالدوري بالظبط
انا لما حتى الناس اللي هي اللي موجوده مجالس ادارات او الكلام ده كله، انا بتكلم كلام عام طبعا بشكل عام على بتكلم بشكل عام على الناشئين في مصر. الناس اللي موجوده ما تقيمش مدرب، اوعى تقيم مدرب على النتائج في خاصه في الناشئين. قيم مدرب وروح اقعد معاه، اقعد راقبه بمعنى صح من بعيد والكلام ده كله، هو مدى تطور الولد فردي وجماعي، الفرقه اللي هو ماسكها دي وصل لحد فين، ده الاهم. انا عندي ولد خدته مثلا هنقول 5/10 6/10، بعد نهايه الموسم او بعد شهرين بعد ثلاثه بعد اربعه ايا كان، لما تيجي تقيمه في نهايه الموسم انت وصلته لفين؟ لو هو فضل زي ما هو يبقى معلش انت شغلك معاه مش ايجابي، انت شغلك معاه مش صح، يبقى في خلل في الشغل انت كمدرب. مش هقول الولد، انا اول حاجه اقول عليها المدرب. لو الولد ما بينامش كويس او ما بياكلش كويس او الكلام ده كله برضو، انا ممكن يعني بنسبه كبيره جدا انت كمدرب انت اللي تشوف دي، انت اللي عارف مستوى الولد دوت ايه، وانت اللي لازم تعرف انا عارف امكانيات الولد اللي معايا ده ايه. لو لقيته ما بيتطورش او 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 في حاجه، لازم تيجي وتقعد معاه وتتكلم معاه وتقول له في ايه. يعني في ناس كتيره جدا او في ولاد كتيره جدا بتحصل معاهم القصه ديت، انت تبقى عيدا على الولاد اللي معاك دول كلهم وتبقى امين معاهم كلهم، ان انت تجيبهم وتقعد معاه وتقول له في ايه وتعرف في ايه. لازم كمان يعني كنا قلنا قبل كده برضو معاي. العلاقه بينك وبين الولد دوت اول حاجه قبل الشغل وقبل التدريب وقبل ايا كان، لازم ان هو انت بتاخده ابن ليك او 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 او, أو هو اب ليك او الكلام ده كله، لازم يبقى في علاقه بينك وبينه كويسه ولازم يبقى فيها امانه. واخد بال حضرتك ازاي؟ ان الولد الصغير اصدق واحد في مشاعره، هو ولا هيعرف ينافقك ولا هيعرف يضحك عليك ولا هيعرف لا، فلازم العلاقه بينك وبينه تبقى كويسه عشان بعد كده هيتقبل منك كل حاجه. صح، اي حاجه هتقبلها منك بعد كده زي المدرس في المدرسه بالظبط كده، نفس الفكره او نفس المعنى بالظبط. تمام، فلازم ان العلاقه بينك وبين الولد دوت تبقى انت وانت شغال في الملعب، انت بتشوف زي ما بتشوف العامل الفني ايه، شوف العامل الذهني بتاع الولد ايه، هو مشتت ليه ومش مركز معاك ليه. لازم الكلام ده كله لازم تبقى حريص فيه وانت شغال، لازم تبقى الامانه بتاعت الشغل تقتضي عليك ان انت تاخد بالك من الحاجات دي كلها. طيب امتى الموسم بيبدا وامتى بينتهي؟ وعلى حسب ما بتحدد المنطقه. يعني احنا مثلا احنا لسه في الوقت الحالي اللي احنا فيه دوت، احنا عندنا ان شاء الله يوم السبت والحد والاثنين مواليد 2008 و2010 و2009 على الثلاث ايام المتتاليه، اللي هو يوم السبت 2008 التصفيه بتاعه المحافظات، ويوم الحد 2009 ويوم الاثنين 2010. دي التصفيه النهائيه بقى اللي بتاخد فيها افضل العناصر اللي انت اختبرتها. لا دول بعد كده انت بتاخد افضل العناصر اللي هي اللي موجوده اللي هي من التصفيه ديت، وبعد كده بنعمل حاجه اسمها مقارنه مع الفرقه اللي هي موجوده، الفرقه الاساسيه بالظبط كده. طب لما بتعمل لها مقارنه مع الفرقه الاساسيه بتبقى الوضع بيبقى الامور بالنسبه أصحاب للي جاي ده صعبه جدا طبعا، لان الولد اللي موجود دوت مش عايزين نقول متمرس، مؤهل اكتر من اللي جاي من بره. بس انت برضو دي برضو هنقول برضو الحرفيه بتاعت المدرب، انت شايف الولد دوت طبعا لازم تشوف ان انت ده خد شغل وده لسه ما خدش شغل، طب الولد اللي لسه جاي دوت ولما هياخد شغل هيبقى ايه؟ فدي برضو حسبه لازم انت تبقى انت يعني مدركها كويس قوي وعارفها كويس قوي. بتقعد المقارنه في تمرينه واحده ولا بتقعد معايشه معاها فتره على حسب ما كابتن فتحي او كابتن تامر او كابتن هشام او كابتن جمال سعيد بيقرر. طيب هل صدفت قبل كده اللاعب اللي بيجي من التصفيه النهائيه بيكون افضل من جوه الفرقه فبالتالي تمشي في الفرقه وبتاخد اللي من بره؟ ممكن بتحصل؟ ممكن تحصل. ده ساعتها بيبقى اللي جاي من بره كويس، في ولاد بتبقى كويسه مش عارفه تروح مكان فهي بتبقى فرصه ليه، وهي الميزه كمان في المحافظات ان انت اللي بتتنقل. يعني ولد مثلا في اسوان او في سوهاج او الاقصر او صعب يجي القاهره فبتبقى صعب عليه ان هو يجي مثلا الاختبارات هنا، فانت لما بتروح له بتوفر عليه بنسبه كبيره. ده قرار مهم جدا، ده قرار عظيم ان احنا نسافر محافظات مصر كلها ونعمل اختبارات هناك بالظبط. فانت بتلاقي مواهب فعلا الاماكن دي كلها فيها كنوز مش مواهب، يعني فيها حاجات كتيره جدا لو الشغل كمان. في ولاد معلش برضو احنا بنحسبها، في ولاد لو يعني انت بتبص له امكانياته كده هو مثلا 6/10 5/10 ايا كان موهبته ايه، طب انت بتبص لها دوت، طب ده لو خد شغل بقى ودخل مع فرقه كويسه وناس مميزين والكلام ده كله هو هيوصل لفين؟ هيوصل يعني لمرحله ابعد من كده، لان ده جاي زي ما بنقول خام ما خدش حاجه ما اتعلمش حاجه. فانت لما تعلمه بقى هيوصل معاك لفين؟ هيتطور ازاي بالشكل ده؟ لازم انت برضو عينك تبقى كويسه طبعا، بالذات في السن الصغير ده اهم حاجه عند المدرب عينه. عينك طبعا عينك ودماغك. يعني هو انا المدرب ده دايما بقول عين بتشوف ودماغ بتفكر وتترجم للي بتشوفه ده ايه.
تمام، ده الاهم يعني. طيب دي كانت جزئيه مهمه جدا، لان احنا بحب اسمع شغل المدربين بالذات مع الولاد الصغيرين. مواليد 2010، بتتكلم في ولد عنده 9 سنين، فبيبقى التعامل معاه اصعب لما يكون لاعب كبير. طيب الجزء الفريق الاول ووجودك معاه كابتن حسين، وانت لاعب ليك خبرات في الدوري المصري وفي الكره المصريه، ومباراه الاهلي وبيراميدز في الكاس، مباراه مهمه جدا، مباراه في دور ال 16. فنيا هل ترى ان المباراه كمستوى فني هتبقى افضل من المباراتين اللي اتلعبوا في الدوري بعد التغييرات الفنيه اللي حصلت في كلا الفريقتين، مش في فريق واحد، لا في كلا الفريقتين؟ هنا فريق بيراميدز غير الجهاز الفني، جاب لعيبه، مشى لعيبه، نفس الامر بالنسبه للنادي الاهلي، بس في النادي الاهلي بعدد اقل او بشكل اقل، لكن في بيراميدز كان مساحه التغيير كانت اكبر. شايف المستوى الفني ازاي في هذه المباراه؟ وهل تتوقع انها مباراه هتكون على مستوى فني كبير، ولا مباراه لسه جايه في بدايه موسم؟ ومش عايز اقول في بدايه موسم، لان احنا امبارح بنتفرج على ماتش ليفربول وتشيلسي، هي بدايه موسم، بس مستوى فني وبدني كان عالي جدا. مش عايزين نحسب دي بدي، مش هقارن، بس انا احنا هنا في مصر دايما بنقول لك ايه، بدايه موسم هتبقى مباراه كويسه، لان بما يمتلكوا الفرقتين من امكانيات لعيبه جاهزه ولاعيبه كويسه، ان المباراه مش هيبقى الحكم بالنسبه للشكل بتاع النادي الاهلي او بيراميدز بشكل نهائي. دايما المباراه بتبقى اللي في بدايه الموسم، المباراه الكبيره اللي بتبقى في بدايه الموسم ديت، ما بتبقاش الفرقه برضو وصلت لافضل حاجه فنيه وذهنيه وقططيه. ما هي الجمله دي، الانسجام والكلام ده كله، ما هي الجمله دي اللي خلتنا اقول. بس امبارح في ماتش ليفربول وتشيلز كان مستوى تاني خالص، وهو لسه في بدايه. معلش، هم برضو طرق الشغل بتاعهم غيرنا احنا. يعني احنا برضو حتى احنا لو هنبص بقى للموسم اللي فات دوت، الموسم الاستثنائي او الموسم العنيف اللي كان السنه اللي فاتت دوت، برضو في لخبطه والكلام ده كله، فده اللي بيخلي الشكل يطلع كده. النظام طبعا بص، الكره في النظام في الكوره مهم، يعني شيء ما 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 تقدرش تحيد عنه في اي حاجه. لازم تبقى انت عارف انت بتبدا امتى وبتنهي امتى، عشان المدرب يقدر يحط احماله التدريبيه ايه، الاستشفاء بتاعه ازاي، البرنامج التدريبي بتاعه بيحطه ازاي. واخد بال حضرتك، دي كل حاجه بتسهل على المدرب او على اللعيبه، ان كان في فترات فيها شقه، فيها تعب، فيها راحه، فيها راحه سلبيه، الحاجات دي كلها مهمه جدا. انا ببقى عارف التوقيتات بتاعت التدريب بتاعتي، انا بدي الـ 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 البرنامج التدريبي اللي بحطه للفرقه، انا عارف انا هوصل مثلا بعد شهر هوصل لفين، بعد شهرين هوصل لفين، بعد فتره المنافسه هوصل لفين. واخد بال حضرتك ازاي؟ فده مهم جدا. بره الحاجات دي موجوده، او بره كمان انت وانت ماشي في نهايه الموسم انت بتاخد البرنامج بتاعك. انت ما فيش حد بيقعد راحه سلبيه، بيقعدوا شهر وشهرين في البيت راحه سلبيه، ما فيش حاجه في الكوره اسمها كده. يعني هو بيقضي الاجازه بتاعته، هو واخد برضو حاجات بيشتغلها وبيبقى امين طبعا فيها مليون في الميه، ان هو امين فيها، ان هو ما بياخدش راحه سلبيه كامله. يعني في وقت من الاوقات بيخش الجيم مثلا، بياخد جري بوقت معين، الكلام ده كله على حسب الراجل اللي هو معد الاحمال البدنيه بيديك البرنامج دوت، فانت بتمشي عليه حتى في الاجازه بتاعتك، الاجازه اللي انت وانت بتصيف او انت في اي مكان بتعمل الشغل ده. احنا عندنا الكلام دوت يكاد يكون مش يعني بنسبه كبيره مش موجود، متلاحمه في بعضها والمواعيد ما تبقاش متاحه لده بالظبط كده. فدي بتبقى مشكله، عبء على اللعيب وعبء على الراجل اللي بيحط البرنامج او المدرب اللي بيبقى موجود. طيب مباراه السبت بقى، مباراه السبت انا بشوف ان النادي الاهلي في المباراه اللي هي اللي فاتت ديت ادى بشكل بنسبه كويس، يعني افضل من الـ من الـ من البدايات بتاعه مواجهه بطل جنوب السودان. بالظبط. يعني في تحس ان في تركيز بشكل كبير، تحس ان المعسكر اللي اتعمل في اسبانيا كان ناجح بشكل كبير جدا. موضوع مش عايز اخش في نقط فنيه طبعا كبيره بشكل كبير، لان برضو بدايه موسم. الفرقه مع مستر لاسارتي، عايزين نقول ان هي كبدايه لمستر لاسارتي. السنه اللي فاتت الراجل لما جه وكان موجود كان في 17 لعيب او في 18 لعيب كانوا مصابين، وكان في مشاكل كتيره بسبب الاصابه والكلام ده كله، مش عايزين نخوض فيها. يعني الفتره ديت انا بشوفها كبدايه لمستر لاسارتي، كانه لسه جاي السنه دي، ما كانش موجود السنه اللي فاتت. ليه؟ لان السنه دي انت عندك اللعيبه اللي موجوده كلها الحمد لله رب العالمين، ربنا يكملها على خير ان شاء الله باذن الله. اللعيبه كلها ما فيش اصابات، ما فيش حاجه، كل الناس موجوده معاك، تقدر ان انت ب ب ب ب بشكل كبير جدا ان انت تقدر تختار التوليفه الكويسه للفرقه، الانسجام بتاع الفرقه، الكلام ده كله دي بقى بتاعتك انت خلاص. يعني مش عايزين نقول حجه او مش حجه، لا خلاص انت المدرب،
الفرقه كلها قدامك، الفرقه بالتدعيمات طبعا تدعيمات كبيره جدا بعناصر ممتازه حتى لو قليله، بس عناصر مؤثره وعناصر ما شاء الله عليهم أكيد. ربنا يوفقهم ان شاء الله باذن الله، والانسجام يكون سريع مع الفرقه. فبشوف ان النادي الاهلي ان شاء الله بامر الله هيعمل مباراه كويسه يعني، لان انت كمان انا بشوف ان انت عندك فرقتين مش فرقه واحده يعني. دلوقتي النادي الاهلي ما شاء الله انت عندك فرقتين، وعندك فرقتين اي حد يلعب ما مش هيبقى الفريق كبير قوي. لعيبه يعني لو ذكرنا اسماء، انا مش عايز اذكر اسماء والكلام ده كله، في كل مركز هتلاقي لا لعيبه ولاعيبه مميزه، كل مركز فيه 2 3 ما شاء الله عليهم. فبنتمنى من ربنا ان شاء الله باذن الله ان التوفيق في المباريات اللي هي بتبقى كبيره زي كده يبقى موجود. طيب المنافس اللي هتلعب يوم السبت ممكن يكون الشكل الفني ليه مختلف عن الموسم الماضي، يعني الموسم الماضي كان بيعتمد على مهارات فرديه او قدرات لاعب او 2 أو 3، المره دي انت بتلعب فرقه ممكن تكون منظمه اكتر مما كانت عليه في الموسم الماضي. هل التعامل معها بنفس مواصفات الموسم الماضي، ولا ده ليه وجهه نظر في اداء فكر معين مختلف عن الفكر اللي لعبت بيه الموسم الماضي؟ طالما المدرب اتغير اكيد الفكره هيتغير. مش هتلاقي 2 مدربين في العالم كله عشان تبقى عارف، بتبقى نسب قريبين من بعض في الفكر بنسب، انما مش هتلاقيها 100% بشكل كبير. المدرب اللي كان موجود السنه اللي فاتت او بيراميدز غير كذا مدرب يعني، هنتكلم على اخر حاجه كانت موجوده المدرب كان دياز اللي كان موجود معاهم، ليه فكر معين. انا بشوف ان الفكر بتاعه يعني هيختلف بشكل كبير جدا عن عندي صبر دي صبر منظم اكتر، دي صبر منظم اكتر، ودي صبر برضو عايزين نقول ان هو يعني الفتره اللي قعد فيها في نادي الاسماعيلي خد فكره كبيره عن الـ عن الـ عن اللعيبه في مصر. فدي هتبقى يعني نقطه بالنسبه له ايجابيه عن دياز. يعني دياز اشتغل في المنطقه العربيه والكلام ده كله، برضو بتختلف ان انت تشتغل في الدوري المصري وترجع تاني ليه، دي بتبقى فلسفته في مع بيراميدز ممكن تكون مختلفه شويه كمان، بالاضافه لكل اللي احنا قلناه انه بيعتمد اكتر على الكرات العرضيه، وعشان كده تعاقد مع جون انطوي، بيعتمد على الاجنحه عشان كده تواجد اسلام عيسى في نادي بيراميدز، وفي اكتر من لاعب في اكتر من مركز بيطبق له نفس الفلسفه اللي عايز يعملها في المباريات القادمه. ما نوعيه الاختيار اللي هي بتاعت اللعيبه ديت ممكن تديك مؤشر ان الراجل دوت عايز طريقه اللعب بتاعته هتبقى ايه. يعني هو انا بشوف ان هو جاب انطوي، جاب تقريبا عمرو مرعي، سمعت ان هو راح وابراهيم حسن لا اللعيبه اللي هي الفراوده كمان، جون انطوي واحمد علي ودود الجباس فانت بتحاول ان انت يبقى عندك اكتر من عنصر هداف. ده معنى كده ان انت طريقه اللعب بتاعتك هتبقى طريقه هجوميه بشكل كبير. تمام واخد بال حضرتك ازاي؟ يعني انت مش هتبقى معتمد على ان انت تبقى الناس اللي جايه من تحت من نص الملعب او الكلام ده كله، لما بيبقى عندك اختيارات كتيره في عنصر فرد ممكن نشوف بشكل تحصل يعني لوك اوت. فبشكل كبير انت ممكن تبقى بتلعب بطريقه معينه، ممكن تغير طريقه لعبك لو النتيجه مش سامحه معاك او الكلام ده كله، ممكن يبقى عندك الامكانيات بتاعت اللعيبه اللي موجوده عندك انها تسمح ان انت ممكن تلعب بفرودين في وقت من الاوقات. تتوقع يكون فيها نسبه اهداف عاليه للمباراه، ولا كل فريق هيقفل خايف لان الهدف هيبقى صعب؟ صعب الفرق الكبيره او الماتشات الكبيره اللي بتبقى فيها امكانيات لعيبه بشكل كبير كويسه والكلام ده كله ما بتبقاش مفتوحه بشكل كبير قوي. انا متوقع في البدايات عامه انا متوقع ممكن تشوف ماتش كوره حلو يعني تشوف ماتش كوره حلو، انما اهداف كتيره هتبقى الامور صعبه. ليه؟ انت عندك الامكانيات بتاعت اللعيبه اللي هي مثلا لو هنقول الفراوده كويسين مميزين، ما انت عندك المدافعين في الفرقتين برضو مميزين، بس في بيراميدز ابطا شويه، بيتميزوا في الهجوم بالكرات العرضيه وبالضربات. بص انا هقول لحضرتك حاجه، انا اتفرجت طوي واحمد علي، لكن في الدفاع في بطء بسيط. انا اتفرجت على الماتشين، ماتش النادي الاهلي وماتش بيراميدز اللي هم بتوع في افريقيا. بيراميدز عنده مشكله عن السنه اللي فاتت، ممكن يكون ناس كتيره ما خدتش بالها منها، عندهم نسبه الميس باص في نص الملعب كبيره بشكل كبير جدا، وجاء منها جه هدف لفريق الكونغو. لا كمان غير الهدف بتاع الولد الصغير اللي هو نزل دوت، ممكن معذور طبعا لانه 2001 والكلام ده صغير في السن والكلام ده كله، انما لما تشوف قبل كده بقيه المباراه النسبه بتاعت التحكم بتاعت اللعيبه بتاعت بيراميدز في نص الملعب والكلام ده كله مش زي السنه اللي فاتت. انا بشوفها ان هم اقل من السنه اللي فاتت، موضوع الميس باص كان كتير، كان بنسبه كبيره في نصف. دي ممكن ترجع برضه، هنرجع تاني نقول ان احنا برضه في بدايه موسم للفرقتين والكلام ده كله، حته الانسجام او حته طريقه التحفيظ بتاعت المدرب او الكلام ده كله لسه ما وصلتش طبعا بنسبه كبيره، ان هي تبقى التحكم في الاداء
في الباص والتحركات والكلام ده كله اللي ممكن تكون بنسبه كبيره لسه ما نادي بيراميدز ما وصلهاش. ان شاء الله باذن الله يكون التوفيق حليف النادي الاهلي باذن الله في مباراه يوم السبت، وان شاء الله نتخطى هذه المباراه ونستعد بقى بعدها بايام لمباراه افريقيا وثم مباراه دور الثمانيه وقبل النهائي، لان الايام كلها مرتاليه ان شاء الله باذن الله. ويبقى موسم سعيد على النادي الاهلي بامر الله، ونفوز بكل البطولات ان شاء الله بامر الله ان شاء الله ان شاء الله. طيب عايز اقول لك مصر هتلاعب البرتغال ان شاء الله الساعه 5:30 يوم ايه يا جماعه؟ يوم السبت باذن الله. دي يعني دي مباراه دور ال نوصل ان شاء الله قبل النهائي باذن الله. اتفرج على الماتش النهارده بتاع ايسلندا. ما شاء الله عليهم رجاله. الجميل في اتحاد اليد ان كل المراحل السنيه واصله لمرحله المربع الذهبي وعامله نتائج متميزه جدا. بالظبط، وليهم كل التحيه والتقدير يعني، لان هم بصراحه مشرفينا وبيأدوا برجوله وبشكل كويس جدا، وبنتمنى من ربنا الاستمراريه بقى كمان يعني. الاستمراريه لان كذا جيل ان شاء الله باذن الله يكون متاح لنا ان شاء الله في 2021. يعني مصر هتنظم كاس العالم لكره اليد. ان الجيل ده 98 وال2000 قريبين جدا من السن من بعض في السن، وممكن تعتمد على نصهم في فريق الاول في كاس العالم بعد سنتين ان شاء الله بامر ان شاء الله باذن الله. الله يا مسهل نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. نتمنى لهم التوفيق، ونتمنى التوفيق يا رب للنادي الاهلي تخطي مباراه السبت ان شاء الله. وبالتوفيق لك يا كابتن حسين في قطاع الناشئين، نشوف بقى لاعبين متميزين في مرحله مواليد 2010 يا رب ان شاء الله. ونلتقي بعد كذا سنه ونقول بقى اسامي اللعيبه اللي كنت بتتكلم ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. كل سنه وانت طيب يا كابتن. طيب الله يحفظك. شكرا جزيلا. فقره كانت مهمه جدا مع كابتن حسين شكري، استفدنا بوجوده لانه مدرب فريق النادي الاهلي مواليد 2010، نشوف ازاي بيشتغلوا في قطاعات الناشئين والبراعم مع السن الصغير ده، لان السن ده تحديدا ليه طريقه معامله مختلفه عن اللعيبه الكبيره او في مرحله الشباب والناشئين. والجزء الاخير المتبقي عن مباراه الاهلي وبيراميدز ان شاء الله يوم السبت، مباراه هامه جدا نتمنى التوفيق يا رب فيها للنادي الاهلي اللي بالتاكيد مشوار الكاس. يعني احنا النهارده في 2019 من سنتين كنا حققنا الثنائيه، اخر ثنائيه الدوري والكاس كانت من سنتين في 2017. ان شاء الله باذن الله 2019 نكون فيها ثنائيه دوري وكاس باذن الله، ولما لا سوبر وافريقيا، وان شاء الله تكون سنه سعيده على كل جمهور النادي الاهلي. شكرا لحسن المتابعه والمشاهده، ونلتقي على خير باذن الله في حلقات اخرى قادمه من برنامج الاهلي الليله، والى اللقاء.